أما هلأ زينة بننتقل لمساحتنا الطبية لليوم، محطتنا التالية ضمن إطار الحملة العالمية لشهر تشرين الأول لأكتوبر الوردي للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان، تدي أهمية الكشف المبكر والمعالجة بفترة أولى من المرض لنسبة الشفاء بتكون جدا عالية. لنحكي عن الموضوع أكثر معنا الدكتورة ريم زيتون، اختصاصية جراحة نسائية وتوليد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيكي. يعني بالبداية خبرينا عن سرطان الثدي، سبل الكشف والتوعية، هل عم تلاحظي سنة بعد سنة إنه عم بصير وعي أكثر، عم تنكشف الأمراض بوقت مبكر؟ هلا طبعا نحن عندنا سرطان الثدي، هلا شهر أكتوبر هو شهر التوعية، شهر الوعي، حملات التعريف بسرطان الثدي وطرق المعالجة، الكشف المبكر. طبعا سرطان الثدي هو سرطان ينشأ ومنشأ من الثدي، منشأ من خلايا الأقنية، الغدد الحليبية والثدي. تكاثر ورمي غير سليم يبدأ بسرطان ضمن الأقنية، بكون سرطان لابد ما له أعراض غير عرضي، لا ما بتظهر أعراضه اللي ببلش ينتشر بالثدي، بينتشر بالثدي بصير سرطان غازي اسمه. لما بصير سرطان غازي هون بتبلش بتحس بالأعراض، عرفتي كيف؟ طبعا الوعي عندنا ببلادنا عم بيزيد وسنه عن سنه عم بيصير اقوى، هذا الملاحظ. وحتى بالعالم، على مستوى العالم، هلا نسبه الوفيات كانت لحد 2020 المسجله عالميا انخفضت عن زمن الثلاثينات، من الثمانينات لحد 2020 انخفضت نسبه الوفيات بحدود 40% بسبب برامج التعريف بسرطان الثدي والكشف المبكر عن سرطان الثدي. كانت بحدود 685 ألف وفية بالعالم مسجلة بال 2020 تقريبا. بآخر خمس سنين، عندنا من قبل 2020 نسبة السرطان انخفضت بحدود 40% تقريبا. صحيح، ويمكن عم نحاول دائما ضمن محطاتنا الصباحية نسلط الضوء على هذا الموضوع، أهمية فعلا التوعية اليوم بالكشف المبكر عن سرطان الثدي. ومثل ما قلتي بالعشر سنوات الأخيرة أو الخمس سنوات الأخيرة دراسات بتقول في نسبة شفاء عالية، في العدد نقص بعدد الوفيات. اليوم خلينا نحكي لما يتم الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ولما نحكي عن سرطان بمراحله الأولى، طرق العلاج كيف بتكون وأهمية فعلا نسبة الشفاء لما أقول أنا بالمرحلة الأولى أو الثانية تختلف عن المرحلة الثالثة والرابعة؟ طبعا أكيد هلأ نسبة الشفاء إذا تم الكشف بالمرحلة المبكرة، فعالية العلاج نحن بتختلف عنا، فعاليته بتكون كبيرة جدا ما بكون بالكشف بالمراحل المبكرة. نسبة الشفاء بحدود 90% بتوصل معنا نسبة شفاء لسرطان الثدي عندما يكشف باكر المراحل الأولى. هلا له كثير أعراض طبعا سرطان الثدي، وشهر أكتوبر باعتباره شهر التوعية عم بيزيد وعي النساء فعلا، بتوجهوا للمراكز الصحية للأخصائي المناسب، مجرد يحسوا بأي شيء من كتلة، من تسمك جلدي، من سماكة بالثدي، من مفرزات من الحلمة، تغير غؤور بالحلمة، تغير بلون جلد الثدي، شكله، حجمه، مظهره، أي شيء عم بلاحظه عم بتوجهوا فعلا مباشرة للمراكز الصحية وللأخصائي المناسب. هذا عم بيساعد كتير أنه يكون نسبة الكشف الباكر كبيرة والعلاج الفعال عم بيكون أكبر، فعم بيكون نسبة الشفاء كتير عالية. نعم. الحمد لله من سرطان الثدي. طبعا المراحل المتأخرة تكون نسبة الشفاء للأسف متدنية، العلاج تلطيفي أكثر، محافظة على نسبة المرضى بتكون أقل. يعني هلا الوعي الموجود حاليا وسبب التوعية اللي عم بتقوم فيها انتم المراكز الصحية كثير كثير أخرت نسبة الوفيات وخفضت نسبة الإصابة. برافو. يعني في كثير اساليب للكشف عن سرطان الثدي، من الكشف الذاتي، واذا لاحظت اي مشكله ممكن طبعا هلا نحن تروح وتتاكد من عده وسائل، فخبرينا. طبعا هلا مجرد نحن المريضه تحس باي شيء عم توجه لعنا واي مركز، اول شيء نحن ننصحهم يعني برامجكم بمراكزنا بعياداتنا، مجرد كل دوره طمسيه يفضل المريضه او الانثى تعمل جس ذاتي للثدي،
بعد كل دورة تمصية، مجرد حست بأي شيء بتتوجه للأخصائي المناسب، مجرد توجهت نحن بنقوم بالإجراءات التشخيصية اللازمة مثل الإيكوغرافي، الماموغرافي، التحاليل اللازمة، الطبقي، المرنان، حسب ما تحتاج المريضة، وهي كتير سرعت لنا بالكشف طبعا. صحيح، وضمن شهر أكتوبر الوردي وزارة الصحة فعلا عم تقوم يمكن بإجراءات طبية ودورات توعية بكل المحافظات. صحيح. وبدمشق، خلينا نحكي عن هي المراحل ضمن شهر أكتوبر الوردي، قديش بيتضمن فعلا فعاليات ونشاطات، وأنتم كدكاترة مشاركين ضمن هي الفعاليات والنشاطات قديش إلى تأثير؟ يعني نحن حابين نقول ضمن دمشق والمحافظات السورية الأخرى، لأنه في بعض المناطق كمان بتلاقي في تقلص اليوم. صحيح. قبل كان في ازدياد بالنسب، اليوم لا، عم نشوف الموضوع مختلف. صحيح، هذا الكلام كثير كثير صحيح. هلا نحن بشهر أكتوبر الوردي باعتبار في 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 تسليط إعلامي كثير قوي على الموضوع برعاية وزارة الصحة عنا. طبعا هي مشكورة بتقوم بحملات التوعية على المستوى الإعلامي، بالمراكز الصحية، بالمستوصفات، بالمشافي، حتى ورشات العمل اللي عم بتصير بالمشافي. صحيح. وطبعا التصوير المجاني عم تقدمه الوزارة، الماموغرافي والإيكو، التصوير مجاني خلال شهر أكتوبر، هذا كتير داعم قوي للكشف المبكر ومشجع للمرضى أنه يروحوا يشوفوا ويكتشفوا. كل الشكر لهم لمجهوداتهم طبعا. هذا بيزيد اليوم تلمسيه من خلال المراجعين، يعني بتلمسي في فرق فعلا اليوم هلا بهذا الشهر بصراحه، يعني انه بنلاحظ المراجعين لخصوص امراض الثدي او زادت طبعا. بهذا الشهر بتزيد كثير عن غير باقي الاشهر. هلا كانه بصراحه زياده التوعيه، زياده الاعلام، زياده الحكي على الموضوع بتخلي المريضه فعلا هي لحالها تروح تعمل كشف ذاتي على الثدي، اما هي لحالها بالبيت أو بتروح عند أخصائي أو بتروح على مركز مشان تتطمن، يعني صارت تخاف، صارت تروح يعني تتطمن. هذا الشهر كتير له دور بكشف كتير شغلات، بزيادة التوعية، مريضة تتذكر هي القصة بصراحة، باقي الأشهر ممكن تنسى تهمل كذا، بس الحكي كتير هذا الشهر عم بيخليها لا بدي أنا أفحص يعني. فشكرا لكم، شكرا للوزارة، خطوة حلوة أكيد. هلأ يمكن في كتير أسباب لسرطان الثدي، الأهم الوراثي اللي صار معروف عند الجميع، لكن هل في عادات خاطئة ممكن أنه تساهم بسرطانات من هالنوع وخاصة سرطان الثدي عند الأنثى؟ طبعا. هلأ نحن السرطان الثدي كسرطان ثدي هو الأشياء على مستوى العالم رقم واحد عند الإناث. طبعا الجندر، الجنس يعني هو الاساسي، هو رقم واحد بعامل خطوره لسرطان الثدي. نسبه السرطان عند الذكور لا تتعدى النص لل 1% فقط. صحيح. اما عند الانثى هو رقم واحد بالسرطانات، فالجنس هو عامل خطوره رقم واحد للثدي. الهرمونات ممكن يلعب دور كمان. طبعا الاستروجين. فنحن كعامل خطوره بنقول عدم الارضاع، القصه العائليه، فينا نقول العمر فوق 40، الأعمار المتأخرة بيزيد فيها نسبة سرطان الثدي طبعا. مع أنه اليوم عم نشوف أعمار مبكرة تحت 40، وعم نشوف حالات ممكن يكون فيها نقص أو نقل. صحيح. هون شو بيكون السبب أو العوامل؟ هلأ ما في شيء اسمه نقل بسرطان الثدي. هلأ سرطان الثدي مرض ليس ساري وليس معدي. نقل لا، من مكان لمكان ضمن المريض، يعني لما نقول يا بيكون نكس عند المريضة يا نقل، يعني بيكون عالجت بسن مبكر. هلأ عم نشوفه أبكر لأنه نحن عم نعمل حملات توعية، عم بتم الكشف مبكر على السرطان، مشان هيك صرنا عم نشوفه أبكر. سابقا ما كان عندهم هذا الوعي، ولا بيعرفوا ولا بيسمعوا وما بيتوجهوا ولا بيفحصوا لأل حتى يظهر شكل متأخر للسرطان. عرفتي كيف؟ مشان هيك صرتي تشوفيه بمراحل مبكرة. طبعا هذا لمصلحة المريضة لأنه بصير العلاج فعال 90%. صحيح. نسبة البقية بتزيد جدا. أما نحن كنا نشوفه سابقا بأعمار متأخرة لأنه ما كانوا يراجعوا، ما كانوا يهتموا لحتى تصير الأعراض يوصل للدرجة المتأخرة لحتى يظهر، فنقول بيظهر بأعراض متأخرة. لا، هو موجود، هو بيظهر، هو شائع عند النساء بعد سن البلوغ، مجرد الأنثى أبلغت خلص صارت معرضة بأي لحظة يصير معها سرطان ثدي، بريست كانسر بأي لحظة. فنحن كنا نشوفه بأعمار متأخرة لأنه هو أشياء بالأعمار المتأخرة صح، بس نحن ما كنا نكتشفه بأعمار مبكرة بسبب قلة الوعي، قلة الاهتمام، ما في وسائل أو تكلفة الوسائل بصراحة تبع الكشف. يعني هلأ مجاني، يعني المامو والإيكو كله مجاني بهذا الشهر، عم بيكون
من المراكز بالمشافي بالكذا، فبيكون المريضه بتتوجه بسرعه من دون تردد يعني انه تفحص حالها وتعمل اطمئنان. فمن عوامل خطوره نحن كنا عم نحكي عليها كمان انه هلا اللي شائع حاليا التبغ، التدخين، الارجيله، التعرض للتبغ هي عامل خطر اساسي، تعاطي الكحول. تمام، حكينا حتى الاكل المهرمان، اكل المهرمان، تناول الهرمونات صحيح، لان احنا كطب نحن بنقول تناول هرمونات بعد سنه الياس، ما بتاخذ مريضه هرمونات فتره طويله وفتره قصيره، فتره طويله ممكن تتعرض لخطر هذا السرطان. الاكل المهرمان فتره طويله كمان بيعرضها. القصة العائلية صحيح موجودة وجدا، هلا نسبة نحن من اول مريضة بتيجي في قصة عائلية بتزيد بنسبة 50% انه يصير عندها، لما بكون عندها اقارب من الدرجة الاولى عندهم قصة سرطان عائلي. طبعا مع انه اللي عم بينكشف عندهم سرطان بصراحة النسبة الاعظم ما بيكون عندهم قصة عائلية، بس نحن ما فينا نقول القصة العائلية ما لها علاقة، لا طبعا 50% بيكون عندهم اقارب درجة اولى من السرطان. هاي من احد عوامل الخطوره. طبعا كمان سن بدء الطمس او الصحيفه الشخصيه، فينا نقول سن بدء الطمس كل ما كان اكبر كل ما كانت معرضه اكثر لسرطان ثدي. سن الحمل الاول، زواج مبكر، الحمول المبكره، كلها هي بتلعب دور طبعا. بس رغم كل هاي عوامل الخطوره ذكرتها، واذا تفادت المريضه كلياتها بصراحه انه ما تتعرض لسرطان ثدي بتقلل نسبة الخطورة بنسبة 30% فقط. فهي ما فيها ما انه ما بقى بتعرض لسرطان ثدي خلص يعني. هي عوامل الخطورة كلها بس هي بنسبة 30% بتخليها انه تقل عندها نسبة الخطورة. نعم، يعني اليوم مثل ما قلنا أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ممكن يحمي حياة الكتار فينا نقول. صحيح. وخلينا اليوم نوجه نصائح لكل سيدة حتى صبية بهذا الشهر، بما أنه الكشف مجاني، من خلال خبرتك في حالات مثلا شوفيت، في حالات انكشف عبكير عليها وتمت المعالجة ما وصلوا لمرحلة كتير متقدمة من العلاج مثل ما عم نشوف يعني، فخبرينا نصيحة هيك للكل. هلا فيني أقدم لهم نصايح كتيرة بصراحة. أول شيء فينا نقول لهم تغيير النظام الحياتي، ممارسة الرياضة بشكل منتظم، حفاظ على وزن مثالي، أو ما أقول لك مثالي بس وزن ابتعاد عن السمنة البداني، البداني عامل مؤهب كمان، طبيعة الغذاء السليم، ابتعاد عن التدخين بهذا الجيل بصراحة، هذا الوسط الموجود، الكحول، ابتعاد عن المنبهات، هاي كلها بتساعد أنه تخفف عوامل الخطورة. صحيح. واي اي نصيحه الاهم انا برايي كشف الذاتي، انه المريضه او اي انثى كل دوره طمسيه تحاول تعمل جس ذاتي للثدي، طلع اذا في شيء بتغير، حاسه بكتله، حاسه بكثافه، مفرزات محلمه غير طبيعيه، ما تنطر كثير يعني، نحن اكثر من شهر الا بعد محاوله العلاج ما تنطر، فورا تراقب تراجع اخصائي نسائية أو رام، أي أخصائي قريب منا أو مركز صحي، أو تأخذ استشارة من مشافي القريبة، تعمل الاستقصاءات اللازمة. هذا الشيء إذا بيخليها إذا انكشف عندها شيء باكر نسبة الشفاء 90% إلى 95%، فنسبة عالية. هاي أهم النصائح عندي بالنسبة لألوان. أكيد بنتمنى الصحة والسلامة لكل الناس، ونطلب من الكل فعلا التوجه دائما إلى الطبيب في حال شعور أي مشكلة بسيطة، لأنه الكشف المبكر عن أي مرض هو بيؤدي إلى شفائه بشكل كامل. نشكرك الدكتورة ريما. شكرا كثير لكم. ريم زيتون، أخصائية توليد وجراحة نسائية، شكرا كثير لكم. شكرا كثير لكم، شكرا لتعاونكم طبعا هذا الشهر، شكرا تسليطكم الإعلامي على الموضوع المهم جدا اللي عم يساهم كتير بالكشف المبكر. وبقول لهم للسيدات بليز يعني مو هذا الشهر بس، ضلوا صاحين لهذا الموضوع، يعني اهتموا بحالكم، انتوا عم تهتموا بغيركم، فواجب عليكم تهتموا بحالكم قبل غيركم لحتى تديروا بالكم على الباقيين. من ضمن صوتنا على صوتك دكتوره، شكرا لكل المعلومات اللي اعطيتينا اياها. شكرا كثير لكم. شكرا.